بزخم التضامن الوطني الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تقوم مفتشة مصالح الصحة للقوات المسلحة الملكية بتنظيم عملية تبرع بالدم واسعة النطاق عبر مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية. وفي هذا الإطار اعتمدت مفتشة مصالح الصحة العسكرية ابتداء من 2 أفريل 2020 على برنامج مكثف لجمع الدم، حيث تقوم وحدة مترقلة تابعة لمصلحة الصحة العسكرية تحت إشراف فريق طبي مختص على جمع التبرعات من مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية. النموذج اليوم من القاعدة الجوية 5 للقوات الملكية الجوية، حيث يقوم الضباط وضباط الصفي والجنود بالتبرع بهذه المادة الحيوية مساهمة منهم في هذا العمل الإنساني النبيل. هذه العملية تأتي في هذه الظرفية الحساسة التي تتطلب منا تضافر كافة الجهود من أجل توفير مخزون وطني كافي حتى تتسنى الاستجابة إلى متطلبات المرضى الذين هم في حاجة ماسة لهذه المادة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج المكثف سوف يبقى ساري المفعول طيلة هذه الفترة الصعبة، وسيهم كل وحدات القوات المسلحة الملكية البرية والبحرية والجوية. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.